السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم أخوتي غنشوفوا واحد العمارة صغيرة كتكون من 6 ديال الشقق. صراحة فيها دي زابارتمون مزيانين كما كتشوفوا، هانتوما 6 ديال الشقق يعني جوج في ليطاج. تبارك الله، حتى المدخل يعني مدخل أنيق ديال هاد العمارة الصغيرة كما كتشوفوا. الدريجات بالرخام، يعني حتى المدخل واخد حقه من ناحية لافينيسي صراحة، يعني مدخل مبهج. الدروج صراحة دروج مزيانين. كما كتشوفوا الطريقة ديال الخدمة ديال الدروج مزيانة صراحة، طلع كتطلع وانت مرتاح. شي باش ولا بد ما كان عليا نركز على هاد الدروج. هنا كما كتشوفوا هاد كارد سيكيوريتي راه طالع معاك، كيبدا تقريبا من المدخل وهو غادي بالنسبه للناس اللي تلقاو صعوبه. هذا راه كيساعد في الصعود شي راه باين مثل الانوكس. كل ايطاج كنلقاو فيه جوج ديال لي زابارتومون. مباشرة كتدخل على صالة. بالنسبة لهاد لي زابارتمون كيتكونوا من 3 ديال الغرف. الصالون كما كتشوفوا عندكم مطبخ مجهز. الباب ديال المدخل هو هذا. بالنسبة لهاد الصالة كتشوفوا لابياج ديال المدخل، كذلك كنلقاو بالنسبة للصالون هاد الزخرفة ديال العود هنايا مع الدرية. وعلى اليمين ديالنا كنلقاو مطبخ اللي غنتجهوا ليه ان شاء الله تاهو نشوفوه. مطبخ كما كتشوفوه تجهيز تقريبا كامل. قبل من المطبخ غادي نلقاو عندنا الحمام. هاد ديزابارتمون راه المساحات ديالهم اللي هي 90 متر. كيتكونوا كما قلت من 3 ديال الغرف، جوج ديال الحمامات وصاله ومطبخ مجهز. بالنسبه للحمامات كاين لي فاسك، كاين هاد لا كابين دوش. وهذا المطبخ. ما تنساوش بان هاد العماره هاد ديزابارتمون راه عندهم جوج ديال الواجهات، بينما العماره كامله راه عندها 3 ديال الواجهات. العماره عندها 3 فاس والبراطم فيهم جوج ديال الواجهات.
بالنسبة للشميشة 100%، خصوصا انتما كتعرفوا جوج ديال لي فاصاد، ما تسولش على الشمس. الشمس كاينة في الغرف، فين في أي زاوية في هاد الشقة، راه تبارك الله راه مشمشة. كيبقى هنايا هاد شوية ديال السباس، هنا تقدر دير فيه الثلاجة على ما يبدو لي أنا. ندورو نشوفو بالنسبة للغرف، نبداو بهاد الغرفة هذه. تبارك الله هاد الغرفة يعني الشمس عندها، حيت جات عندها جوج ديال الواجهات، جات على هاد الشكل اللي كتشوفوه. عندنا نوافذ كبار بزاف، عندكم جوج ديال الشوانط، يعني عندها الكودرون من جوج ديال الاتجاهات. زعما ماشي نقدر نقول، ماشي غادي نقول لكم مثلا راه عندها شانطي وجات في درب، يعني جوج ديال الشوانط، يعني جوج ديال الكودرون. اكيد غتسالوا على المدينه، مدينه القنيطره، تجزئه اليونس 3. هذه جات قرب توتال، محطة توتال يعني محطة البنزين. بالنسبة للغرفة الثالثة غنوجدو فيها البالكون، وعندنا يعني غرفة سويت بارونتال، البالكون، بلاكار، الحمام. بالنسبة للأثمنة 62 مليون قابلة للتفاوض. بالنسبة للعمارة شرط بأن فيها 6 ديال السكان، بجوج ديال الواجهات، وبثلاثة ديال الغرف، وجوج الحمامات والصالة. هنا هي الحمام ديال الغرفة. هذا البالكون ديالها، كما شفتوا جوج ديال لي فاصاد، دار تبارك الله مشمشة. المهم اللي مهتم بهذا لابارتمون مرحبا به. كنتمنى ما نكونوش بخلنا عليكم شي معلومه. متابعي قناتنا العزاز دغيت داري، دائما كنوفيكم بالجديد، اي حاجه كتطرح حنا كنحطوها لكم. وهنا غنكون نهيت الفيديو، نتلاقاو ان شاء الله فيديو قادم ان شاء الله مع مقاول ان شاء الله اخر. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.